مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم الشباب المنوع شباب الديرة. هذا البرنامج اللي نطلع عليكم فيه من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت قناة سبورت الرياضية من يوم الأحد إلى الأربعاء. ومسي بالخير على زميل عبد الله دشتي، مساك الله بالخير. حياك الله، مسألك بالنور بدر، مسي بالخير على جميع مشاهدي كويت سبورت. فعلا نتواصل معاكم في هذا البرنامج الشبابي، وللتواصل نذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع أسرة برنامج شباب الديرة عن طريق الانستغرام أو السناب شات شباب كيو 8 تي في، وأيضا عن طريق الإيميل إذا كانت عندكم أفكار، عندكم أي إبداعات في أي فعاليات، فإحنا يسعدنا نتواصل معاكم عن طريق إيميل برنامج شباب كيو 8@hotmail.com. أكيد يا عبد الله، وإحنا في كل حلقة متعودين دائما، وأنتوا تعودتوا أكيد ويانا في برنامجنا شباب الديرة، إن إحنا ندردش ونشوف لنا موضوع نسولف فيه قبل أن نبلش ونتعرف على ضيوف فقرتنا. اليوم اخترنا نسولف بالإرادة، بما أن قبل الهوى كنا قاعد ندردش أنا وياك فيه. صح، يمكن هذا الموضوع في وايد ناس تستسهله أو طوفه دائما، وإذا كان عنده يعني هدف معين دائما نشوفه في بداية كل سنة يحط له لستة أهداف، وإذا ما حقق واحد منهم خلاص ما يكمل بالباقي. لازم تكون في هناك إرادة عند هذا الشخص بأن إذا ما حققت أنا هذا الهدف الحين مو معناته إني ما راح أحققه طول عمري، لا ممكن أنا أحققه لكن مع الوقت ومع الأيام. أنا عجبتني عبد الله سالفة اللستة هذه، بس هل الكل يسوي اللستة هذه؟ اللي يسوي اللستة هو اللي ناجح للأمانة، اللي يكون ناجح لازم يسوي اللستة هذه عشان يحدد أفكاره ويحدد أهدافه اللي هو طبعا يستمر فيها ويوصل إلى النجاح، ومن غير إرادة ماكو نجاح. بالضبط، يعني لا تخلي اي شيء ممكن يواجهك، اي عقبه، اي تحديات، اي صعوبات، ان توقفك من الاستمرار ومن الوصول لتحقيق اهدافك ونجاحاتك. فختكون عندك اراده، واحنا ارادتنا اليوم معاكم راح تكون قويه، وراح نبلش معاكم حلقتنا من شباب الديره. فاصل وراجعين. لعبة التايكواندو ولقاء مع لاعب منتخب الكويت للتايكواندو بدر لوهيب. الفقرة الطبية مع الدكتور علي الدعي. توعية الأسرة من أخطار المجتمع ولقاء مع نواف بربية. توعية الأسرة من أخطار المجتمع ولقاء مع نواف بربية. رجعنا نتواصل معاكم مشاهدينا من جديد في شباب الديرة، وفي أول فقرة لنا ومع ضيفنا الأول، وموضوعنا في هذه الفقرة راح يكون عن التوعية الأسرية، ولكن مع المعالج نواف بربيع، معالج سلوكي. اليوم بنتكلم عن في كل أسرة وفي كل بيت شلون تتعامل إذا كان هناك إدمان أو شخص مدمن في البيت، وشلون أتعامل معه وشلون أعرف أنه هو مدمن. مسي عليك بالخير. مساكم الله بالنور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
كل الشكر والتقدير لكم وشكرا على مقدمتك. حياك الله اخوي نواف. نواف يعني اليوم الموضوع هذا موضوع حساس. نعم. لكن يكون موجود في بعض البيوت. هذا واقع لازم نتعايش معه ونعرف طريقة علاجه والاستمرار فيه. يعني أنا الحين اكتشفت، فخلنا نبتدي من البداية. شلون ممكن الأهل، الوالد الوالدة، يكتشفون أن في البيت في شخص مدمن؟ ممتاز، الله يعطيك العافية على هالسؤال، سؤال مهم جدا. الأسرة لازم تفهم نوع التغيير عند صاحب مرض الأدمان أو اللي بدأ يتغير في سلوكياته. التدني في المستوى الدراسي نقول، المستوى الوظيفي، التواصل الأسري، بعد التواصل في المجتمع، سواء كانت عندهم أفراح أو عندهم أحزان، مثلا يبدأ ما يروح، عرس ما يقدر يروح، حتى العزة ما يقدر يروح، لأنه هو بحالة عنده قلق وعنده توتر، فخوفه أنه ينخرط مع المجتمع أو مع الأسرة تبين على العلامات. طبعا العلامات يكون في عدم اتزان الحركي، افراط في الاكل على حسب المواد طبعا، صعوبه في الكلام، انخفاض العين، رمشه العين مثلا، احنا طبيعيين فرمشه العين تكون عندنا سريعه، فعند المتعاطي تكون بطيئه في هذا الموضوع، وعنده تشتت الانتباه، تلقى ما يركز على شيء معين، يسرح وتلقى عنده خوف وتوتر، لم يوصل حق العزله والوحدة. النوم، النوم على حسب المواد، في مواد منشطات، منشطات يمكن تلقاه 3 أيام 4 أيام، الهايبر هذه ما ينام لمدة 4 أيام، خلاص الجسد يقول بس أنا تعبت، فيطيح من الحالة هذه، فينام لمدة يوم أو يومين بس إنه يقوم يأكل ويرجع. هذه في بعض المواد اللي هي الشبو اللي منتشر عندنا، الله يحفظ الشباب. الله يحفظهم. يعني حتى في بعض الأمور يمكن اللي تبين ذلك وهي الحرق الملابس أو حتى الأصابع، ممكن نلاحظها في بعض المدمنين. بالضبط، هذه تستخدم في مادة الحشيش. نعم. والكيميكال اللي منتشر. اللي منتشر. يعني طب أنا يكون من معرفتها أيضا اللي هي الملابس الحرق وبين الأصابع. الملابس اللي دائما يشوف فيها مثلا الحروق، هذه الثقوب مثل ما تفضلت، ويطالع في عزكم الله في دورات المياه، تلقى ياخذ فتره طويله. نعم. في 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 دورات المياه تلقى مجرد انه يبطل الدوش ويقعد ساعات طويله بحجه انه هو قاعد يتسبح او انه عنده غرض ما، ولكن هذا الموضوع يعني لازم تشوف الاسره، لازم تكون يعني الاسره منتبهه على السلوكيات اللي قاعده تحصل في التغيير، سواء شاب او شابه. طيب. هذا الموضوع لازم الأسرة تكون واعية في هذا الموضوع. حلو، الحين الأسرة اكتشفت هذه التغييرات، هذه التغييرات في الشخص اللي موجود وياهم في البيت. نعم. شلون يتعاملون معاه؟ يواجهونه؟ صعبة شوية ممكن تكون المواجهة. إينا. المباشرة. هو المشكلة اللي نعاني منها حاليا هي التحفظات عند بعض الأسر. التحفظات تودي إلى الموت أو السجن أو المصحات. القصف في المصحات هو الجنون، يعني خلاص فقدان العقل، ما في اي استيعاب. نعم. شوف مدى وين التحفظ عند الاسره. ايش يسوون؟ اذا شافوا عندها العلامات او التغيير واثبتوا انه هو يعني عنده مواد مثل الحبوب او مثلا المواد اللي قاعد تستخدم في التعاطي، مثلا الحشيش، ورق الحشيش، الانبات من ماده الشبو، الهيروين، القفشه، السلنجات، الامور هذه كلها، هذول يسموهم ادوات تعاطي. صح. فاذا شافوا هالامور هذه فلا بد ان تكون في المواجهه، تكون في المواجهه مباشره، مواجهه بطريقه عقلانيه مع اب اسره. ولازم احنا نتفهم ان هذا مرض، يعني في الصحه العالميه حاليا يعني بالدي اس ام 5 الجديد صنفته انه مرض جسدي عقلي وروحي. ان 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 هذه الرساله اني انا بركز عليها، يعني ما اخذها نواف بصراخ وعصبيه واطلع برا البيت، لازم اتفهم الموضوع ان هذا مرض. نعم. وتي تحاور معي اني انا املك القرار والجأ حق المكان العلاجي. نعم. اذا صار فيه طبعا راح يطلع معاه الانكار ويطلع معاه الرفض، يطلع وياه الامور هذه كلها. حلو. في عندنا الحين. نعم. الحمد لله دولتنا متفاهمه في هذا الموضوع، في شكوى ادمان في 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 محكمه الرقعي الدور الثامن عند قسم الخمور والمخدرات، هي شكوى ادمان راس مالها يشيلون المريض او. نعم. او المتعاطي. أي. او يعاني من مرض الادمان يودونه المراكز العلاجيه، هذا راس مالها ما لا اي قضيه يعني.
حلو ممتاز. فاذا ما صار هذا الموضوع ودشوا في التحفظات يعني سنين راح يكون مختلف الامر. طيب احنا الحين بنستعرض بعض الصور في التو بوكس مثل ما هي موجوده على الشاشه، نبي نشوف بس شنو هالدواء هذا. طبعا هذه ماده اللارنكي يسمونها اللاريكا هذا. اي نعم، تستخدم حق الاتلاف العصبيه مثل اللي عنده مثلا الام المفاصل. هو علاج هو علاج. نعم. والشركه هذه تغرمت 2.3 مليار. تغرمت هذه الشركه والسعوديه سحبت هذا العلاج. اي نعم سحبت هذا العلاج. هو تصنع ب 2004 اللي هو هذا نفسه؟ اي نعم هذا هو تصنع ب 2004. نعم. طبعا هذه ماده الكيميكال. هذه الكيميكال. اي بس نرجع الموضوع العقاقير لان قاعد يستخدمونها بعض الاهالي. نعم. ويصير اساءه استخدامها عند الشباب. هذه ممكن الواحد يدمن عليها نواف؟ وادمانها مثل الاعراض الانسحابيه ماده الهروين. نفس الاعراض الترجيع احنا نقول جزاكم الله، الحار البارد، الام المفاصل. نعم. عندك الانفلونزا الزايده، الاسهال. نعم. هذه الاعراض كلها تقلب في المزاج، الاكتئاب والحزن. حلو. والامور هذه كلها قاعده تسببها الماده اللي قاعد يسيء استخدامها. هذه هي نفسها الكيميكال. وامانه انا بتكلم عن موضوع عن حصل مع اسرتي، عندي الوالده تعاني من ديسك ومنعتها من هذا العلاج وحاولت ان اساعدها في علاج بديل له. يعني الله يحفظ امهات المسلمين اجمعين ان شاء الله. امين ان شاء الله. منعت عن هذا الموضوع لان اعراضه لها اعراض جانبيه صعبه. صح. والدليل ان يوم تغرمت هذه الشركه ترى مبلغ يعني مبلغ 2.3 مليار والسعوديه يعني اسحبت هذا العلاج. صحيح. نعم. والتداول الحين بسهوله. اللي قاعد يتداول بسهوله وفي منتجات موجود في الصيدليات وموجود كعلاج لم يتم ايقافه. انا والله سمعت انه بيتم ايقافه وتصنفت من العقار المخدر يعني في. حلو تمام. طيب مثل هالادويه اللي استعرضناها او كيميكال او ايا كانت من مواد تكون مصاحبه وتكون مضره طبعا بالتاكيد توصل الشخص للادمان. طيب الحين مثل ما قال قبل شوي اخوي عبد الله، الاسره بعد ما لقت هذا المدمن في البيت تحتاج بالتاكيد الى تثقيف نفسها ثقافيا من ناحيه الادمان، شلون تقدر تتعامل مع الشخص هذا علاجة. يعني في سر نفسها تكون مقلقه. نعم. او منقلقه على نفسها وما تبي مثلا الفضائح والقيل والقال، تقول والله ما نبي ننفضح، فيبي يعالجون النفس، يبي يعالجون مثلا ولدهم او هذه الحاله في البيت. نعم. هو مرض وليس عار. نعم. هذا مرض. نعم. لازم نؤمن ان 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 الادمان او الاعتماديه هو هذا مرض، ودليل نتصنف وصارت عليه دراسات. صح. وحطت يعني حطت مراكز علاجيه. ناخذ مثال بسيط، مثلا اذا انا انكسرت لي وين بروح؟ بروح الرازي. اكيد هذا اختصاصهم. صح. فاذا حاشتني شغلات نفسيه، اكتئاب، قلق، الامور النفسيه، ادمان، وين بروح؟ بروح الصحه النفسيه اللي هو الطب النفسي بالسابق. نعم. حاليا يسموه الصحه النفسيه. فهذا المكان يعني الدوله قاعد يعني قاعد تحط هالمبالغ الضخمه والمشاريع الضخمه وامكانيات عاليه. نعم. في هالمراكز. انا اعتقد ان الاسره تشيل هالتخوف يعني التحفظات والمخاوف اللي عندها. هي تكون ايضا المخاوف موجوده نواف، خلينا نكون واضحين، المخاوف ممكن تكون موجوده بان هذا من بعد ما تشافه ممكن يرجع مره ثانيه. هو مرض الادمان مرض انتكاسي معروف، والانتكاسه فيه وارده. ولكن اذا استسلم للمكان العلاجي والفريق العلاجي ياخذ في يعني في اعراض انسحابيه الحاده. نعم. هي خروج المواد من الجسم على حسب الماده من 15 يوم ل 20 يوم. نعم. عقبها يبتدي التاهيل اللي هو يبتدي العلاج المعرفي السلوكي مع هذا المريض، شلون يتعامل مع افكاره ومشاعره. الافكار شنو الافكار؟ هي الرغبه القهريه في التعاطي. شلون يبتدي مثل ما تفضل لما يرجع هذه الرغبه القهريه انه يرجع فيرجع ينتكس. صح. فالمكان العلاجي يعطيه المهاره شلون يتعامل مع هذه الفكره القهريه في التعاطي. زين المشاعر سواء حزن ولا فرح، استانس ماني عارف ايش، خل نروح المكان الفلاني ورد مره ثانيه حق الاشخاص او مثلا بنفس الوقت بنفس هي يعني سعاده يمكن مؤقته ياخذها يعني على قول هو كذي عندهم معتقدات خاطئه يعني. نعم. في هذا الموضوع
حتى نرجع حق ماده الاريكا في هذا الموضوع، خاصه في الفتره السابقه مالت الامتحانات، المعتقدات الخاطئه يعني اللي عند بعض الشباب اللي قاعد يعطون علشان يركز، كانت كابتيجون بالسابق والحين نزلت هذه الماده، فيعطيه المعتقد الخاطئ انه نهاك على اساس انك انت تسهر، على اساس انه ما يدري اثارها ثاني يوم ايش اللي قاعد يحصل في الجسم. ولكن ما نطلع احنا برا الموضوع، احنا نقول دائما ان المكان المكان العلاجي يعطيه التعامل مع حتى المشاعر، صح، شلون يواجه مشاعره، لانه هو تعاطى مو قادر يتعامل حتى مع مشاعره. نعم. لما جت الفكره القهريه في التعاطي، تعاطى زين الشعور مثلا حاشه ضغط نفسي من 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 اي موقف ما، فعلى طول هو رايح يلجا حق انه شلون يخمد هذا المشاعر وبالتالي يتفاهم ويا المرض. انت ذكرت نقطه وايد مهمه نواف، بانه يرجع حق نفس المجموعه. نعم. اللي كان وياهم، فهي هني هذه النقطه اللي لازم يرجع لها. هذه المشكله، الابتعاد عن الادوات والاشخاص والاماكن قاعده علاجيه. قاعده ابتعاد عن الادوات والاشخاص والاماكن، صحيح. اطلع من المكان العلاجي، انبه الاسره، انا اليوم بفضل من الله عز وجل، الله من علي في التعافي، ابلغ اسرتي، ابلغ اخوي العود، ابلغ اي شخص بالاسره، لابد ان عندنا شخص امون عليه مثلا، نشيل هالاغراض هذه، ننظف هذه الاغراض، الارقام سواء بالموبايل، التليفونات القديمه، الشله، هذا اللي كل ما انا امسحهم من حياتي. نعم. وابدلها، اخلي التليفون هذا في اصحاب، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال المرء على دين خليله. نعم. فعليكم من يخالل، صح. فاليوم انا صحبه شرواكم اكيد شرواك بكون فايز، طيب، لان ناس حابه الثقافه، حابه تطور من حياتها، فلما اتم معاكم اكيد بطور من حياتي. نعم. اما اذا بروح مع مع مع, مع, مع الشله مثل ما يقول. نعم. اي نعم، فالشله هذا اللي ما وراهم يعني. وبعدين في سؤال مهم، يا ريت انه هو يسال نفسه، التعاطي شنو بيعطيني؟ شنو اخره يعني؟ شنو بيعطيني؟ ببساطه يعني احنا قاعد نتكلم ببساطه، على اساس واخره الموت يعني الوفاه او سجن. الدمار الموت، المصحات المصحات. نعم. ان نعيدها مره ثانيه، القصد انه مو المصح انه يتعالج فيه. لا. المصح انه الجنون خلاص. في حالات وصلت للجنون؟ في حالات وصلت للجنون، في مواد اللي يعني ان شاء الله انا ما توصل للكويت. فلاكه والعياذ بالله. هذا نعم يعني هذا اللي هذا خليه يركض يدش بالطوفه، مو عارف يعني. حتى السبايس اللي موجود الكيميكال، اي يشوف العماره 4 ادوار هو يشوفها رصيف عنده، فعشان كذي يكون في نفس الانتحار، او انه يلغي نفسه بنفس الانتحار. نعم. ما عنده ما يقدر يميز بين الوقت والمسافه، حتى خلال الحوادث تختلف. نواف بما انك ذكرت الانواع، تختلف طريقه العلاج من ماده لماده، يعني لما الواحد بيروح الى الصحه النفسيه. نعم. لازم يذكر شنو الماده اللي كان يتعاطاها، لان تختلف عن الماده الاخرى. نعم، وفي لهم تحليل، والدكتور يعني الطبيب النفسي يعرف هذه الحاله ويشخصها. ولكن هو كلهم يعني سواء يتعاطى اي ماده تغير المزاج، نقول اي ماده تغير المزاج. نعم. هو مرض واحد، هو مرض الادمان، لانه يسيء استخدام الماده اللي هو قاعد يتعاطاها، خاصه المواد المصنعه حاليا اللي متواجده، الكيميكال انا اسميها يعني الموت السريع. وهذه المشكله قاعد تصنع ايضا في ايدي، وصايره يعني التصنيع يقدر يصنعها في البيت منزليه. نعم. الضاره تكون اكثر يعني واكثر بالشيء. اي نعم، الحين مثلا المواد، الحين مثلا الامهات يعرفون المراميه يعني. نعم صح. هذا شيء احنا نعرفه. صح. لا الشعب احنا نعرفه. صح. اما عشبه جديده في البيت، لان الكيميكال هو مصنع. صح. مصنع تعادل مثل الشخص اللي بينتحر، اللي في كده يسبب تسمم في الكبد، تسمم في الكتب يؤدي الى وفاه. مثل الشخص اللي بيشرب ماده اساس انه ينتحر، نفس الماده هذه في ماده الكيميكال تصنع. لأن مادة مصنعة. نعم. الكيميكال. وفي المعابد يعني في. نعم. بعض الديانات والمعتقدات يشبون هذه المادة أول ما يدش في هذا المبادئ، هذه معلومة يعني، أنه يسترخي هذا الشخص، يستنشق عليك نور، فيستنشق ويحس يعني الراحة، فيقول الإله يعني رضى عليك وحشتك السكينة، وهو ريلاكس وسعيد من خلال المادة. ترى شوف لوين واصل المعتقد. احد المواد لا شك بان تعاطي هذه المواد بالتاكيد فهو ادمان وانتحار، لان هذا موت في النهايه او دمار للنفس مثل ما قلنا. طيب خلينا نتكلم شوي عن نظره المجتمع والعامل النفسي للمدمن، وطبعا ووجوده في هذا المجتمع. هو عامه يعني يعني مرض الادمان يخليه يتبع سلوكيات اجراميه بالامانه، خاصه لما انت اخوي تبنى عني المصروف، مثلا اخوي الثاني او الاب انه يمنع عني المصروف، راح الجا حق سلوكيات اجراميه، راح احاول اني اسوي، لا ابيع اغراض البيت،
يعني وصلت انه يبيع اغراض البيت مو مشكله، لان الشخص اللي مثلا الشخص الديل اللي عندهم اللي يشترون منه، مثلا انا ما عندي تليفون، مجرد ما اقول له هذا تليفوني يوافق، لانه راح يبيعه هو. صح. نعم. فعنده تنازلات عجيبه وغريبه يعني بسبيل هالجرعه او هذه الماده. احنا نتفهم الاسره ان الوضع ان يهملون ولدهم في هذه الطريقه، اعتقد انه راح تسبب له ممات او السجن. الطريقه الافضل مثل ما تفضلنا قبل شوي ان يتم علاجها. نظرة المجتمع المدمن وايد تشوفه انه هو اجرامي، صح بالفعل هو اجرامي بسلوكيات اثناء تعاطيه النشط، واحنا قاعد نشوف احداث يعني احنا كويت يعني صح راح يعني ما ود هلا طالي نواف، هل تعتقد ان في السابق كانت التوعيه حول مخاطر المخدرات والادمان اكبر من الحين واكثر؟ يعني اول كنا نشوف اللوحات اللي في الشوارع، اعلانات في التلفزيون. بالضبط. الحين بعض الشركات موجوده نذكرها في يعني في وسائل اخرى التواصل الاجتماعي موجود، انستغرام تويتر غيره. بالامانه يعني كل في ناس الله يجزاها خير قاعد تكافح هذا الموضوع. نعم. بس مثل ما تفضلت مو مثل بالسابق، يعني انا عندي حسابي بالانستغرام قاعد اشوف محاضراتي في البحرين، في 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 مصر، حتى في دراستي يعني اروح ادرس في القاهره، اروح مراكز علاجيه واشوف الشباب اللي تعافوا في هذا المرض الادمان، واستمتع لما اشوف شخص يعني منقاع لحضيض لانجازات في حياته. هذا اللي ودنا نغير نظره المجتمع. نعم. نظره المجتمع للمدمن المتعافي انه ينظرون ان انسان جبار. نعم. ان انسان بدا يغير نفسه، احفزه نعم. وما أذكر أنا في الماضي، هو يتذكر الماضي، صح مو غلط إنه يتذكر الماضي بينه وبين نفسه أساس إنه لا يرجع للتعاطي، يتذكر نفسه بالتعاطي أنا من وين جاي يعني؟ فضل من الله عز وجل وين أنا وصلت. صحيح. يمكن هالذكريات هذه ما يرجع مرة ثانية إنه يتعاطى المواد المغيرة المزاج، لا حتى إنه ما يتعاطى مادته الأساسية، لو يقول مثلا خلنا أخذ المادة غير المادة الأساسية هاليوم هذا مستحيل راح يرجع حق مادته الأساسية. فالإنسان هذا صراع مع نفسه وقاعد يعني قاعد يتعايش الآية إن الله لا يغير ما يحطيه غير ما بين أنفسهم في هذا الموضوع، فقاعد يتعايش هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى راح يمده ويعطيه. فإحنا دورنا المجتمع أن نمده ونعطيه. صح بالتأكيد. ما نكسر مجاديفه بسبب مرضه في السابق، ولا أرجع وعايرة دائما في مرضه أو أرجع عليه ذكريات يمكن سيئة ما الواحد وده أنه يسترجعها مع الشخص المريض. كل الشكر لك أخوي نواف أربية على وجودك ويانا، وأيضا على هالنصائح في ما يخص هذا الإدمان. طبعا إنستغرام أخونا نواف أربية موجود على الشاشة مثل ما أنتم شايفين، اللي حاب يتواصل معه. نطلع فاصل ونرجع نتعرف على ضيوف فقرتنا الثانية. الفقرة الطبية مع الدكتور علي الدعي. هلا فيكم مشاهدين قناة كويت سبورت في برنامج شباب الديرة، معكم الدكتور علي إبراهيم الدعي، اختصاصي في أمراض الباطنية والروماتيزم. الأمراض الروماتيزمية هي أمراض مناعية، بحيث أن يكون خلل في الجهاز المناعي اللي الله سبحانه وتعالى خلق لنا للمدافعة عن أعضاء الجسم، ولكن هذا الخلل أو هذا المرض يبدأ الجهاز المناعي يهاجم الجسم نفسه، وبالتالي يؤدي إلى وجود أعراض ليس فقط منحصرة على الجهاز الحركي أو المفاصل، بل قد تؤدي إلى أجهزة أخرى مثل أمراض الدم وأمراض القلب وأمراض الجهاز الرئوي أو الجهاز العصبي. هدفنا من هذه الفقرة هي تعريف بالأمراض الروماتيزمية العديدة، لأن الأمراض هذه ليس فقط على العامة تجهلها، لأن فقط الدارج بين الناس أن فيني خشونة ولا فيني روماتيزم بسبب آلام في المفاصل، ليس كل ألم في المفاصل مرض روماتيزمي، واللي يشخص الأمر هذا يجب أن يكون اختصاصي في هذا المجال، سواء في أمراض الروماتيزمية أو أمراض الباطنية العامة، ولنا زملاء كذلك في أمراض جراحة العظام والكسور، وهناك أيضا فريق طبي من ممرضين ومن
اختصاصيين في العلاج الطبيعي والعلاج الحركي، كذلك لهم الفكرة العامة عن هذه الأمراض، وبالتالي حيث أن هذه الأمراض إذا يتحل لأي مريض يحولها لنا في أسرع وقت ممكن. آلام المفاصل غالبا ما تكون، يعني اللي نشوفه في العيادات وفي المستشفيات، تقريبا 70-80% من شكوى المريض بالنسبة حق مفاصله هي شكوى حركية، وإحنا ما نسميه اللي هو عبارة عن خشونة المفاصل، وهي مع تقدم العمر مع استخدام الجهاز الحركي يبدي تآكل لهذه المفاصل، وبالتالي تسبب خشونة، تسبب آلام، تسبب صعوبة في الحركة. في الفترة الأخيرة قاعد نشوف هذه الأمراض منتشرة بسبب تغير نمط الحياة مع قلة الحركة مع زيادة الوزن. يمكن في الفترة الأخيرة لو واحد فينا يدخل أي مسجد راح يلقى كمية كبيرة من المصلين سواء في الكبار أو الصغار يصلون على كراسي. الخشونة هذه سبب أساسي لصعوبة الجهاز الحركي وآلام في الرقبة، آلام في العمود الفقري، وآلام في الركب خصوصا. الآلام الثانية أو الأمراض الثانية غالبا ما تكون أمراض التهابية بسبب التهاب في الجهاز المناعي، وبالتالي تؤدي إلى تصلب في المفاصل. فالمريض أول ما يشتكي خصوصا أول ما يقعد من النوم تصلب في المفاصل الصغيرة سواء في اليدين أو الرجلين، انتفاخات في المفاصل هذه بشكل احنا نسميه متوازي، أي في أكثر من مفصل يكون موجود في الناحية اليمين أو الناحية اليسار، وقد تكون صاحبها أعراض ثانية مثلا الحرارة، فقدان الوزن، أو تعرض إلى أجهزة أخرى مثلا نشفان في العين، نشفان في الفم، أو صعوبة في التنفس، أو أي طارئ صحي يطري على جسم الإنسان. فهدفنا هو نشر التوعية لأن الأمراض الروماتيزمية لا تصيب الجهاز الحركي فقط، فقد تصيب أجهزة أخرى. فنصيحتي لكم هو الفحص الدوري والفحص المبكر إذا المريض اشتكى بأي عضو من أعضاء جسمه خصوصا الجهاز الحركي. وإن شاء الله تكون هذه النصيحة لها فائدة لكم، وإن شاء الله نشوفكم في الفقرة القادمة بإذن الله. شكرا لمتابعتكم. لعبة التايكوندو ولقاء مع لاعب منتخب الكويت للتايكوندو بدر الوهيب. رجعنا نتواصل معكم من جديد مشاهدينا، واليوم حلقتنا قوية في طبعا حضور ضيوفنا اللي معانا في فقراتنا ومنورينا. معانا ضيف لعبة التايكواندو بدر الوهيب، هو لاعب منتخب الكويت وأيضا حاصل على العديد من الميداليات والإنجازات الكثيرة العالمية والمحلية. مسي عليك بالخير. مسي عليك بالنور. هلا والله، حياك الله يا بدران. الله يحييك. اليوم موضوعنا موضوع شيق، راح يكون موضوع عن لعبة من ألعاب الفنون القتالية واللي هي لعبة التايكواندو. بدر، أنت لاعب نادي الكويت وأيضا احترفت فترة في نادي الوحدة الإماراتي. كلمنا قبل أن ندش بتفاصيل أكثر على هاللعبة، مسيرتك في هذه اللعبة، لعبة التايكواندو. والله بدايتي كانت يعني كذي هواية، كنت أحن على أهلي ما كانوا راضين، دشيت. ما كانوا راضين؟ كلش ما كانوا راضين. لأن عشان فيها فايت؟ لا، ان اهتم بدراستك، شلك بالرياضه، شلك. انا اهتميت اكثر شيء شوي وحطيت كل حملي على الرياضه. ممتاز. اي، ويعني حطيتهم بالامر الواقع، وما كانوا يدرون اول
كم سنه ما كانوا يدرون ان انا لعبت كواندو. كنت تروح تتمرن من وراهم؟ كنت اقول لهم راح تقويه بالدراسه وما كنت راح تقويه راح النادي. حلو. فمع الايام شفت نفسي والله ها بديش بطوله. اول ايام دشيت عدت الامور استانست على الموضوع والله كملت حياتي. كم كان عمرك بدر بدايه؟ كان عمري 5 سنين. خمس سنين. اخوي كان يساعدني العود. هل هذه اللعبه تحتاج انك تبلش فيها وانت صغير ولا عادي يقدر واحد يبلش فيها؟ والله لا، على كبر صعبه شوي لان العضله ما تكون مثل ما انت تبيها، ما تتمقط. اي ما تتمقط وهذا. هذه فقط يمكن في لعبه التايكواندو، يمكن في لعبات ثانيه عادي يسمح فيها الاعمار تكون مفتوحه في تعلمها، لكن هذه اللعبه تحتاج خفه اكبر خصوصا الحركه، ودائما نشوفها استعراضيه اكثر ما هي تكون يعني شو دائما في البطولات. طيب خلينا نتكلم عن لعبه التايكواندو كونها استعراضيه، كانت في الماضي ما فيها طبعا استعمال اليد، صحيح، دائما في الريل، صحيح. الحين دخلوا قبل شوي تقول لي قبضه الايد او استعمال قبضه الايد، صحيح. بالماضي كان قبضه الايد كانت يعني يحطونها بس حق دفاع، للدفاع الديفنس، اي يعني اي هجمه تقدر تصد بالقبضه. حلو. اما الحين لا، اما الحين صارت هجوم، صارت دفاع، صارت حماية لك، صارت نقطة، اي نقطة اساسية فقط على جزء صدر، صحيح. حلو. ممتاز. بس هذه عن طريق تسجيل الحكام وتقديرهم للضربة اذا كانت ضربة قوية او ضربة بسيطة. حلو. اذا بنتكلم على مواسم، كم موسم عندنا؟ موسم واحد في الكويت، صحيح، موسم واحد بس اربع بطولات في الموسم، في الموسم الواحد اربع بطولات. ممتاز. هل تعتقد انها كافية للاعب تايكوندو؟ صراحة انا كلاعب اقول لا، مو كافية. مو كافية، صحيح، مو كافية، كلش مو كافيه، ولا قاعد تساعدنا ان مثلا بعد هالبطوله انك بتروح بطوله خارجيه، ما تساعدك، ما تساعد. يبي لك اكثر لياقه، يبي لك معسكر، يبي لك تدريب اكثر مكثف يعني. ممتاز. طيب خلينا نتكلم شوي عن المعسكرات، بما ان ذكرت يبي لك المعسكر، ففي المعسكرات هذه الموجوده على يعني محليا في الكويت، خارجيا قاعد تطلعون الى معسكرات؟ صراحه قاعد نطلع بالماضي. حلو. بس من صارت مشاكل الرياضه مع الإيقاف شوي وقفت المعسكرات. اي قمنا نروح شوي على حسابنا، نزرق لنا كم دوله نقول لا والله خل نروح نعسكر بهالدوله نلعب وياهم، صح، اي نعرف مدربين هناك نضبط اوضاعنا، منها تبادل خبره ومنها ما توقف اللياقه، صحيح، تكون مستمر. طيب دائما في الانجازات اللي قاعد تقدمونها في البطولات. طيب كلمنا هم عن انجازاتك فحصولك على البطولات، عندك بطولات ما شاء الله كثيره وايضا نقول ميداليات كثيره. الحمد لله. توفيق من رب العالمين. الحمد لله. توفقت اول ايام بذهبيات اللي هي ذهبيه الخليج عام 2009 بدبي. ممتاز. حزتها توني صاعد ناشئين وكنت وايد متحمس حق هالبطوله يعني. كنت تحدي يعني محلي 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 محلي، فجاه قالوا بناخذك بطوله خليج وشاركت بطوله خليج. الميداليه هذه اللي خذيتها اعطتني دافع ان ابي بعد، بس ما راح اوقف. شنو يعني البطولة اللي ما تنساها واللي جت بعد؟ البطولة اللي ما انساها بطولة آسيا. بطولة آسيا؟ اي لعبت مع افضل لاعب يمكن بوزني، كان يعني مصنف عالمي وبطل اولمبيات مرتين. حلو. اللي هو روح الله الافغاني. نعم. وين كانت البطولة؟ كانت بطشقند باوزباكستان. باوزباكستان. عدل. حلو. غير انا قاعد اشوف ما شاء الله يعني مشاركاتك وبطولاتك، يعني خصوصا ان في بطولات مصنفة عالميا، صحيح، منها بطولة لوزان سويسرا، كوبنهاغن بالدنمارك، بطولة النمسا المفتوحة. شنو المقصود فيها مصنفة عالميا؟ انتم ايضا صار في عندكم بدل تصنيف عالمي للاعبين؟ اي نعم، عندنا بعد لاعب كويتي اسمه علي المرشاد، اكيد هذا من رقم 16 على العالم بوزنه مصنف. نعم. هذه وين كانت؟ هذه كانت بالسويد. شو مسوي فيه انت اللي قدامك؟ والله هذه كانت قاضية؟ هذه لا ما كانت قاضية، طاح اللاعب بس رد قام. قام. حلو. طبعا هذه بطولة الخليج العسكرية. بطولة الخليج العسكرية. العسكرية. حلو. يعني في ما شاء الله البطولات. وهذه الفجيرة. الفجيرة. توني بقول لك غير البطولات اللي في الامارات. اي صحيح. كلمنا عن هذه التجربة، شلون كانت تجربة احترافية تعتبر؟ نعم. انك تمثل نادي الوحدة الاماراتي. الاحتراف ما كان يعني الاحتراف الرسمي. كان لي بطولة. كان لي بطولة معينة دقوا علي قالوا لي في بطولة معينة نبيك تلعب في فريقنا. ممتاز. فريق عادي مركز حق تايكواندو، وقلت مو مشكلة ألعب. حلو. وشاركت بالبطولة اللي هي بطولة السفير الكوري. نعم. كانت أول مرة تصير بالإمارات بأبو ظبي. في أبو ظبي. إي. وشاركت وياهم ولله الحمد حصلت على المركز الأول وأفضل لاعب بالبطولة. ما شاء الله.
اي وبعدها قالوا خلاص الحين بنفتح نادي الوحده الاماراتي ونبيك لاعب ويانا وكذي. بس انا قلت يعني كتاب صح. رسمي شيء صعب لان الكويت انت عارف الايقاف اللي حايشنا صح اي ف جتني مساعدات وهذا قال دام عندك هويه اماراتيه ما في مشكله يعني انا ممكن ان انت تشارك ممكن انك تشارك كلاعب يعني بالامارات شاركت والله ويا نادي الوحده الاماراتي شاركت وياهم كاعاره يعني اي لعبت موسم كامل شلون التجربه كلمنا عنها شلون المنافسات هناك والله منافسات قويه وخصوصا اذا انت لاعب غريب جاي من دوله ثانيه ويصير طق عليك خلاص يبونك الحين اي الحين يبونك يبون لك لاعبين من برا يبون مغاربه يبون تونسيين هذا بالعكس هذا شيء زين لك شيء زين لي صحيح يعني بس وايد استفدت من هالتجربه والمنافسه تكون اكبر واكتساب الخبره هم تكون اكبر لان احتكاكك مع اللاعبين والدول المشاركه اذا كان اقوى يكون لك يعني مشاركه قويه في صحيح الشيء. طيب خلينا نتكلم شوي هم عندك في جانب الانجازات هل نقول البطولات الخليجيه والعالميه الدوليه عندك ايضا اللي هو التحكيم يعني حكم محلي صحيح وهم عندك تدريب محلي صحيح يعني قاعد عندك هالسنين هذيلا كلمنا هم عن التدريب وعن التحكيم والله دشيت باختبارات التحكيم والحمد لله نجحت وكذلك التدريب حلو بس للامانه انا مو حاط ببالي اني اتجه الحين لا حق تحكيم ولا حق تدريب مجرد ان الشهادات موجوده انا مجرد شهادات احطهم لي كسيفي حلو نعم او ان ممكن مستقبلا تفيدني صحيح. ما حكمت ولا دربت للحين للحين الحمد لله ما حكمت احكم يعني منافسات يعني بيننا وبين نادي ودي ودي مباراة ودية ممتاز بدر المدرب لازم يكون لاعب سابق صحيح لأن عشان يكون عارف الأجواء عارف طريقة اللعب وغيرها من الأمور الحكم كذلك لازم يكون لاعب سابق ولا مو بالضرورة والله أنا أفضل لأن وايد ناس دشوا تحكيم ما كانوا لاعبين ما كانوا لاعبين يعني تشوفه قليل خبرته بدعوا في التحكيم يا أبو العيد إي والله يا أبو العيد بس الحمد لله على كل حال في النهايه ما في لاعب يعني يرضي اي حكم في اي لعبه بالضبط الانتقادات على الحكام موجوده حتى لو كان اللاعب هو غلطه حتى لو كان غلطه لازم يقطع الحكم لازم يصفوا يا الحكم ما يصير حتى لو تابعته بالتلفزيون تقول ايش في عليه بالضبط على هذا صحيح حلو في جانب طبعا التحكيم والتدريب مثل ما قلت انت الحين ماخذهم كسي بي موجودين وياك هذا شيء جميل بينهم او تحتفظ فيهم لك طيب عندنا احنا في لما نتكلم الحين عن البطولات القادمه او اذا كان في مواسم للعبه التايكواندو خصوصا في مواسم لكل لعبه نعم في لعبتكم متى يبتدي الموسم عندك الموسم يبدي بدايه شهر 9 شهر 9 اي نعم على البراد تقريبا ليه حلو من شهر 9 الى اخر السنه ليش شهر 6 حلو اي من 9 الى 6 تقريبا نفس الدوامات الرسميه تصير ممتاز اي نعم انزين اذا بنتكلم الحين على البطولات القادمه في ان شاء الله بطولات قادمه راح تشارك فيها سواء كانت محليه او خارجيه بدر والله حاليا ممكن في بطوله خارجيه مع نادي النجوم الاماراتي غير الوحده غير الوحده لان الوحده خلاص الحين توقف نعم. ما في لعبه ان شاء الله بس تجربة عادية يعني مجرد بطولة ودية بطولة ودية راح تكون أيضا راح تكون في الإمارات البطولة أيضا بتكون بالإمارات إن شاء الله ممتاز هذه متى راح تكون إن شاء الله بتكون شهر 9 بإذن الله شهر 9 أي نعم الحين إذا بنتكلم عيل من الحين إحنا في شهر 7 لغاية شهر 9 شنو جدول بدر اليومي والله تمرين مستمر الحمد لله مستمر بس الحين قاعد أخلط شوي ألعاب ثانية شون يعني مثل الجيجيتسو كاتشكمبو هذي السوالف اي المارشال ارت كله قاعد اخلطه حلو ما تتشتت كذي لا والله ما تشتت يفيدك هذا في بالعكس يفيدني ممكن باكر يعني صارت بطولات ام ام اي او قتال مفتوح يعني ممكن اشارك ما في مشكله لان التايكوندو مخرجني يقول شلون تشتت لان التايكوندو بالريل جيجيتسو لازم يروح يخمطه انت تتعلم كذي 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 وتركب على بعض هو لأن صح يحتاجون في الام ام اي اللي هو الستاندينج والجرابلينج اللي يكون في الارض وفوق صحيح فعشان كذي يكون عندهم حتى في الام ام اي لعبتين إيه كل لاعب عنده لعبتين او اكثر من لعبه على فتره دش ام ام اي باذن الله هذه الخطوه موجوده الخطوه الجايه القادمه ان شاء الله حلو باذن الله اسال الله يوفقك ان شاء الله بالعكس يعني مشاركات هذه جميله لك تسلم. في انك تشارك في احراز هذه البطولات وطبعا المنافسات تكون قويه فبالنسبه لكم هذا شيء يعني جميل طيب الحين مثل ما قلنا وسال قبل شوي عبد الله بالنسبه لي بطوله قادمه وتكون قريبه جهزتوا لها او بتجهزوا لها متى والله للحين ماكو شيء بما ان الايقاف موجود موجود ماكو شيء وهذا شيء كاسرنا صراحه يعني كلاعبين
مأثر على مستواكم بدر؟ والله مأثر بشكل ما تخيل، لان انتم تعودتوا على بعض، فلو انا اباريك من اليوم لباكر خلاص. اي والله ما يعني في منافس جديد قاعد تصير فينا احنا كلاعبين، خلاص ليش نروح النادي؟ ليش خلاص ما صار نفسي. اي صار الموضوع خلاص يعني كشيت من النادي شوي. ان شاء الله الامور تنحل باسرع وقت وتردون ان شاء الله عشان تمارسون هذه الرياضه، نشوف المنافسات الخارجيه وتحصدون المزيد من الميداليات الذهبيه ان شاء الله باذن الله. كل الشكر لك يا بدر على وجودك معنا. مشكورين ويعطيكم الف عافيه. يعافيك، اكيد مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل. رجعنا نتواصل معاكم في الجديد وفي فقراتنا طبعا المتنوعه في برنامجنا شباب الديره. كان اليوم معنا ضيوف جدا مميزين، استمتعنا معاهم عبد الله بالتأكيد. في معنا المعالج السلوكي واعطانا بعض من خبرته فيما يخص طبعا مرض الادمان والعياذ بالله. الله يكافينا شره اكيد. وايضا الموضوع الاخر كان تيكواندو، يعني موضوعين مرتبطين في موضوع حلقتنا اللي هو عن الاراده. بكذي نقدر نقول ان وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم من شباب الديره، على امل ان نلتقي فيكم في حلقه جديده. نترككم بحفظ الله ورعايته ونقول لكم الى اللقاء.